سيد هارت عنيد كتير، عنده استعداد إنه يتخطى كل الحدود كرمال ياخدها لروشني. ما رح يقدر يعمل شيء، لا تخافي، لأنه روشني مقتنعة إنه نحن منكون عائلتها. ما شفتيها كيف تركته لسيد هارت وإجت لعندي؟ كونال لا تكون بسيط، لأنه روشني بس مفكرة إنه أنت زوجة وأنت لسه ما تزوجتها، وهي ما عملت شي غير إنها وقعت وراء الطلاق. ما توقعتك بسيطة لهي الدرجة، نسيانة إنه نحن تزوجنا لما كنا صغار، وأنا هلأ لازم اتزوجها بس كرمال المظاهر، وهذا الشي رح يصير أول ما تتحسن روشني. هالغرور تبعك ما رح يفيدك، أنت لسه ما بتعرفه لسيد هارت. الشخص اللي بيقدر إنه يرجع من الموت كرمال روشني بيقدر يعمل أي شيء. وأنت ما بتعرفيني، من بعد ما أكل هاي القتلة ما عاد رح يحلم إنه يفوت على هالبيت بقى. لهيك لازم ننتبه أكتر، ونحن لازم نبعد سيد هارت عن روشني لو شو ما صار. صحية يلا. مسحية مسحي. عم تفهم هلأ شو كان قصدي؟ مو بدك تشوفيها لبنتك؟ مسحية يلا.